السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن كل بيت مختلف في مقاس الركنة، المنتج النهاردة هيحل مشكلة المقاس. تابع معايا الفيديو هشرح لك بالتفصيل. الصورة اللي قدامنا دلوقتي ده مقاس ركنة، والصورة اللي بعدها ده مقاس ركنة تاني خالص، والاتنين مفروشين بنفس المنتج. هنحل المشكلة دي في المنتج اللي معانا النهاردة، اللي هو عبارة عن كفر كنبة ومعاه 3 مناديل. تعالي أشرح لك هتفرشي أي مقاس ركنة عندك إزاي. الصورة اللي معانا دلوقتي عبارة عن كفر كنبة، واحتجت فيها كفر واحد، يعني ممكن بكفر واحد بس تفرشي بيه كنبة واحدة، أهم حاجة إن طولها ما يزيدش عن مترين، أو كمان ممكن تفرشي 2 كنبة صغيرين بس طولهم ما يتعداش المترين، أو ممكن تفرشي زي ما موجود في الصورة قدامنا كنبة ومعاها زاوية. الكنبة دي طولها 1.20 متر والزاوية 70، والاتنين مع بعض متر، طولهم 1.90 متر، وبالتالي احتجنا لهم كفر واحد بس. تعالى قيس معاكي في الفيديو علشان تتأكدي من المقاس. زي ما موضح قدامنا في آخر المتر هتتأكدي ان المقاس 2 متر. وبالنسبة للعرض ف80 سنتي، وعلى حسب مقاس كل ركنة حضرتك بتحددي عدد القطع اللي انت عايزاهم. تعالى قيس معاكي المنديل واقولك ازاي تستخدميه. المنديل اللي قدامنا في الصورة 45 في 45، وممكن كمان تلاقيه 46. ممكن تحطيه من فوق زي ما هو في الصورة كده، وممكن كمان علشان هو عريض تحطيه على اليد بالشكل ده، تحطي واحد بس او تحطي 2 زي اللي موجودين في الصورة، ومتاح كمان انك تطلبي عدد مناديل زيادة لو عايزة. تعالي نشوف مع بعض الالوان علشان تحددي اللون اللي انت عايزاه. الاول بتختاري شكل الكنار اللي تحبيه، الاولاني اسمه فيرزاتشي، والتاني اسمه خليجي، والتالت اسمه شطرنج. بعد كده بتختاري اللون، في كشمير غامق وكشمير فاتح ورصاصي، اصفر مستردة، بني، نبيتي، موف غامق، وطبعا التركواز اللي مفروش. المنتج موجود بكميات وفي الوان تانية كتير بتيجي ومتجددة. يبقى الركنة اللي قدامنا في الصورة دي الكنبة الاولانية احتجت فيها كفر واحد، والزاوية والكنبة اللي بعدها احتجت الاتنين مع بعض اخدوا كفر واحد، والكنبة التالتة احتاجت كفر واحد بس. يبقى الركنة اللي قدامنا دي احتاجت 3 كفرات.